يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الطواف بدون وضوء فيه فدية؟ وإذا كان هناك فدية طواف إيش؟ ما حدد شيء. كان هو طواف إفاضة، هو ما تكفي الفدية، لابد من أدائه، لابد من أدائه ولو تأخر يرجع ويؤديه. وإن كان طواف الوداع فهو فيه فدية، لأنه فات، إذا سافر فات إعادته فعليه فدية، يذبحها في مكة. نعم. يقول أما إن كان طواف تطوع ليس فيه شيء. نعم.